أخي الأمير حسام بن مهنا، أنا في أشد الحاجة إلى وجودك بجواري. ماذا تفعل هنا؟ لا شيء، لا شيء. انهض واذهب إلى غرفتك. لماذا لا تتحرك؟ الألم اشتد علي، أرجو إحضار الطبيب. أحضروا طبيب السلطان. الفقيه ابن تيمية ينكر الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم وبأولياء الله الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد يأمرنا فيه بالاستغاثة به، وإنما صح عنه النهي عن ذلك. لقد نصح ابن عمه العباس بأنه إذا استغاث فليستغث بالله، وإذا استعان فليستعن به، فما يغني عنه من الله شيء. والآيات القطعية الدالة على ذلك في القرآن الكريم تأمرنا بأن نستغيث بالله وحده، فهو المغيث. سمعنا أن لك بعض الآراء في أتباع السيد أحمد الرفاعي، فحدثنا عنها. إنني أنزه الرفاعي من الانتساب لهؤلاء، إنهم لا يقدمون إلا الدجل المخالف للشرع، فليس من الإسلام مداعبة الأفاعي السامة والدخول في النار والألعاب السحرية التي يقومون بها. من بين الفتاوى التي سجنتك بسببها فتوى بمنع زيارة القبور. زيارة القبور للعظة والاعتبار مستحبة، أما القصد من زيارة قبر أحد الصالحين للدعاء عند القبر فهو لا يجوز، إنه فعل أقرب للشرك والوثنية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ويقول أيضا صلوات الله وسلامه عليه: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. أقلت للناس لا تصلوا في مسجد به قبر؟ اتفق جمهور العلماء أنه لا يبنى مسجد على قبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. كما اتفق جمهور العلماء أيضا أنه لا يجوز دفن ميت في مسجد، فإذا كان القبر قد بني قبل المسجد غير، إما بتسوية القبر وإما بنبشه. نبش القبور؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لطفك، اللهم لطفك، اللهم لطفك. أتدعو إلى نبش القبور؟ إنه يدعو إلى نبش القبور. إن خير عقاب الله هو السجن.